في هذا المكان يدرس نايف وهو بطل هذه الحلقة من عشاق القرآن. فيه أيضا يسكن. إلى هذا المكان كانت أول خرجة لنايف من بيتهم ومن منزلهم لتلقي العلوم الشرعية. كان الوضع صعبا في البداية قبل أن يألف المكان ويصبح له بيتا آخر. في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب وحدنا رب القلوب. على مراحل حفظ نايف القرآن الكريم، التحق بعدة حلقات، ورغم تعثر الحلقات مرات عدة إلا أنه لم يتعثر. أول بداية حفظي كانت عدة مراحل منذ طفولتي كنت أود أن أحفظ القرآن الكريم، فقد التحقت بعدة حلقات في القرية في قريتنا وعدة مدرسين وحفظت عندهم حتى بلغت إلى الجزء العاشر أو الهادي عشر من إلى العنكبوت. هذا وأنا صغير. بعدين راحوا يدرسوا، يعني التحقوا بالدراسة هم في مجالات في الطب وفي الهندسة، فأكملت الباقي إلى أن وصلت إلى الجزء الخامس عشر إلى الكهف بمجهودي أنا. كنت أحفظ وأسمع عن زميلي كان يدرس معي في المدرسة، ومن ثم افتتحت هذه المدرسة، مدرسة أبي ذر، في حوالي 2013، فالتحقت بها وتوفقت، والحمد لله توفقت في التسجيل وفي شروط الدورة، وبديت أكمل الحفظ في هذه المدرسة، أكملت المصحف. حفظ نصف القرآن هناك في إحدى قرى كرش بلحج خلال دراسة الثانوية قبل أن ينتقل إلى عدن لإكمال الحفظ بالدرجة الأولى. هنا بديت من الحفظ من الجزء السادس، يعني الرابع عشر، الرابع والعشرون من الجاثية. قد كان ميسر هذا للحفظ، يعني قد كنت حفظته من قبل، حتى وصلت إلى الكهف. كانت 6 صفحات في اليوم ومراجعة وتسميع حديث عهد، وبعدين بديت أشعر بالصعوبة قليل عندما انتقلت من الجزء الخامس عشر إلى الجزء السادس عشر. بديت بالصعوبة قليل، حتى أني كنت بعض الأحيان لا أحفظ الصفحات، ولكن سبحان الله مع قليل ممارسة وتدريب أكملت المصحف وبحمد الله. بدأ الحفظ وفق خطة ضمنت له استمراره في الدراسة قبل أي شيء. والله قد كان جدولي ولله الحمد على أني كنت أحفظ بعد الفجر، حفظ بعد الفجر ثم أذهب إلى الدراسة في المدرسة، وبعدها كانت الظهر إما أقضيه في مراجعة الدروس في تابعة المدرسة أو الواجبات، وكنت يعني أعيد الحفظ تسميعه لنفسي بعد العصر، ثم أذهب لقضاء الخروج إلى الراحة مثل لعب الكرة والخروج والنزهة، وبعدها كنت أسمعه، كنت أراجع الحفظ ومراجعة بعد المغرب بين مغرب وعشاء، وكنت أسمعه بعد الحفظ كنت أسمعه بعد العشاء.
اقرأ وافهم خيرا تغنم، اقرأ قال الوحي الأكرم، اقرأ وافهم خيرا تغنم، اقرأ قال الوحي الأكرم، أول قول في القرآن اقرأ واعلم فبذا تسلم، أول قول في القرآن اقرأ وافهم فبذا تسلم، قل يا ربي زدني علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان، إنه لكم عدو مبين. هنا كان في مدرسة أبي ذر، كنت بعد أن أكملت دراستي في المدرسة، بعد أن أكملت الصف الثالث ثانوي، فقد كنت أحفظ من بعد الفجر، وكانت الدراسة في الصباح من الساعة 7 إلى 11:30، ومن بعد الظهر كنا ننام قيلولة، ومن بعد العصر كنا نحفظ المقرر لنا، ومن بعد المغرب بين مغرب وعشاء كنا نراجع الحفظ مع زملائنا قبل أن نسمعه للأستاذ، ومن بعد العشاء كنا نراجع المراجعة والحفظ حتى نتقنهم، وفي الصباح نعيده، وفي اليوم التالي نسمعه إلى الأستاذ. كلفه تعلقه بالقرآن وحرصه على ختمه خروج تحمله لأجل الهدف الكبير مع الكثير من الصعاب. بداية خروجي من كانت أول مرة أخرج من البيت إلى مكان بعيد، وأهجر فيه الأهل لمدة تقارب الشهرين، وكنت أنا يعني آخر واحد في الأسرة، فقد كان يختلف حبهم لي، يعني فقد كانوا يفتقدوني وأنا أفتقدهم، حتى أنه كان بعض الأحيان يأتيني الضيق، بعض الأحيان كان يأتيني الضيق لأن أترك المدرسة وأذهب إلى البيت، ولكن سبحان الله بحمد الله وبالعزيمة والإصرار وبالهمة وبمراجعة بعض الأساتذة ونصيحتهم لي استطعت أن أبقى في المدرسة حتى أكملت الحفظ ولله الحمد. أول الدور الأكبر والأعظم لوالدي حفظه الله ووالدتي وأخوي الأكبر، فقد كان يشجعني ويشجعونني كلهم لأن أحفظ القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون.
واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. كان أكثر اهتمامي أولا في المراكز الصيفية، كان يدرسوننا متن الأربعين النووية وأصول الفقه، يعني أصول الفقه المبسط الميسر، وبعض الدروس الفقهية مثل الطهارة والصلاة وبعض المسائل الفقهية البسيطة التي نحتاج لها في كل يوم. ومن أكثر اهتمامي أنا كان في الفقه، لأنه التعرف على المسائل التي نحتاج إليها كل يوم. تخصص في الطب بعد أن كانت الهندسة حلمه السابق، لم يستطع الالتحاق بذلك فاختار تخصصا آخر. أكثر حبي كانت لمادة الفيزياء في الثانوية، وكنت متفوق فيها، ولكني كنت يعني بعض المواد لا أرتاح لها مثل مادة الرياضيات اللي هي ومادة الكيمياء، كانت شوية صعبة وما في كادر تعليمي في المركز. وكان أكثر اهتمامي لمادة الفيزياء لأنه كان المدرس شيق جدا لها، كان يشيقنا جدا لها. وهي إيش تستفيد منها؟ والله استفيد منها في كثير، مثل في الهندسة، في لأنه كان اهتمامي وأنا في الثانوية أن أدرس هندسة، فكنت أهتم كثيرا بالفيزياء، ولكن من بعد تفكير وطول تفكير ومراجعة الأبوين دخلت في مجال الطب. الطب مهنة من أروع المهن ومن أجلها، لأن الطب يعتبر هو من سادة العلوم. يقول الشافعي: لو لم أكن عالما لكنت طبيبا. فالطبيب هو في الأطباء هم ملائكة الرحمة إذا استغلوا وإذا استخدموا الطب بشكله الصحيح. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى. أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. والله كان اهتمامي الكبير في لعب كرة القدم، فكنت ألعب كرة القدم وأنا حارس مرمى، فقد كنت أعشق هذه الرياضة. والعشق الثاني كان للخروج للنزهات وللترفيه، وكان من عشقي أيضا السباحة، لأن السباحة رياضة لجميع البدن. تبقى له القليل ليكمل الدراسة والكثير ليصل إلى هدفه، وهو قادر على ذلك رغم الظروف الصعبة التي يعيش. والله أتمنى أولا من بعد أن أكمل، لأن هذه السنة الأخيرة لي في المعهد، وأتمنى أولا أن أبحث على شغل وأشتغل وأواصل في مجال في إسناد القرآن الكريم وفي الحصول وفي الحصول على القراءة العشر السبع والعشر والحصول على علم شرعي أكثر من الالتحاق بالمراكز العلمية إذا كانت قريبة وميسرة لي في جانب شغلي. وأكبر ما أتمناه
أن أزور بيت الله الحرام، لأني كنت عندما أشاهد الحجاج في التلفاز وأنا منذ طفولتي، والله كنت أشتاق شوق كبير جدا إلى حج بيت الله الحرام. يمنحها لم يغفل نايف وهو يحفظ القرآن ويتلقى العلم الشرعي أو بعضا من العلم الشرعي، أن يتعلم أيضا علما آخر يخدم من خلاله الناس بشكل مباشر. هذا العلم هو الطب، لما فيه من رسالة إنسانية. اختصر كل رسالة الطب بأنها رسالة إنسانية، وهذا يكفي لأن يكون مفخرة لأي إنسان أن يهتم بالجانب الإنساني وأن ينظر للإنسان قبل أي شيء، لأنه إنسان في الدرجة الأولى. لذلك نحن نتمنى له التوفيق ونتمنى أن يستمر، وهو يتمنى أن تكون له وظيفة بعد التخرج من الدبلوم في الطب. أتمنى مش بس يكون له وظيفة، يكون له عمله الخاص أيضا وعيادة، طبيب الدنيا على ما يقولوا. نكرمك نحن في عشاق القرآن، وأيضا سمعت الوحدة هديك 100,000 ريال. تفضل.